أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في قناة وصفات ماما سبعة. موضوع اليوم راح نتكلم عن الكبد، مشاكل الكبد، أمراض الكبد باختلاف أنواعها وأشكالها، حتى سرطان الكبد راح نحكي عليه اليوم في وصفة جداً سهلة وفعالة بنبتة جداً فعالة وقوية على القضاء على كل مشاكل الكبد. نبتة اليوم هي نبتة تسمى بنبتة الكبد نفسها. طيب، في ناس تختلف اسم هذه النبتة من دولة لأخرى، راح أعرفكم على هذه النبتة. نبتة اليوم هي شوك الجمل أو نبتة شوكة الحليب، وتختلف من اسم من بلد لآخر باسم على حسب البلد. أحيانا في ناس ما تعرف إيش هي، تظنها إنها نبتة ضارة وتقوم تحرقها أو تشيلها حوالين بيوتها إن تواجدت أو في أراضيها الزراعية. هذه النبتة تتواجد أكثر شيء في البيوت المهجورة أو الأماكن الفاضية البعيدة، تكون موجودة أكثر شيء في الصيف، تتواجد في كل الدول تقريبا، بس تختلف حجمها وشكلها ولونها حسب الدولة، لأن كل منطقة راح يختلف فيها نوعية التراب ونوعية المناخ، فهذه تأثر في شكل النبتة نفسها. أحيانا نجدها كبيرة وأحيانا صغيرة. أنا حصلت على هذه النبتة اللي هي شوك الجمل من دولة ثانية، جزاهم الله ألف خير، يعني جابت لي السيدة هذا النبتة جدا رائعة. شوفوها، هذه النبتة هي نبتة شوك الجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد. اليوم راح نحكي على هذه النبتة وعلاجها وفعاليتها في علاج أمراض الكبد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد. باختصار راح أعرفكم على نبتة شوك الجمل أو الخرفيش أو الخرشوف، كل دولة تختلف يعني على حسب الاسم. المهم تعرف بشوكة الحليب أو العكوب، تختلف هذه النبتة. أنتوا راح تكتبوا لي في بلدكم إيش اسمها هذه النبتة في التعليقات، بالله عليكم عشان الجميع يستفيد ويعرفها. كل واحد يعرفها راح يكتب اسمها عشان الكل يعرفها، بس أنا راح أعطيكم على الفائدة العجيبة الغريبة، وفي فترة وجيزة راح تتخلصوا من كل مشاكل الكبد حتى لو كانت سرطان لا قدر الله. يعني هذه النبتة سبحان الله تيجي شوكية ويجي عليها زي الفلاور أو ورد كده بنفسجي، وأحيانا يجي بينك. هذه النبتة راح تعالج بإذن الله كل مشاكل الكبد، وتسمى في بعض الدول والله أعلم في العراق بالخرشوف أو الكليغان، وتسمى بالمغرب بالعشلوش أو العشلوش، صححوا لي يعني إن غلطت في المعلومة، وبسوريا السلبين، وفي اليمن القطبة. I think هذه الأسماء اللي أنا حصلت عليها تكون صح. المهم المعروفة إنها شوكة الجمل أو شوك الجمل، في أحيان تيجي كبيرة وفي دول الخليج تيجي مرة صغيرة صغيرة جدا. المهم حبيت أخبركم إن هذه النبتة لها فعالة جدا في علاج مشاكل الكبد، أمراض الكبد، تهيج الكولون، كل شيء، وتخلصنا من حصوات المرارة والكلى، وتنظم السكر في الدم، جدا رائعة ومفيدة. هذه العشبة عشبة شوك الجمل هي عشبة شوكية، أحيانا تيجي أرضية إذا كانت في دول الخليج أو في منطقة صحراوية، وأحيانا ترتفع طولها يجي شوية مرتفع عن الأرض إذا كانت في دول مثل مصر والعراق ودول المغرب العربي. نعم، بس الكل راح يعرفها إن شاء الله، بس حبيت أخبركم إنه هذه النبتة تعالج كل أمراض الكبد، كل أنواع الكبد، وخاصة الكبد الوبائي. هذه النبتة ترمم خلايا الكبد، تشيل التليف الكبدي، تنظف سموم الكبد من الكحول. سبحان الله، بكرة راح أنزل لكم بإذن الله وصفة بيها فعالة وجدا قوية للي عانوا من الإدمان الكحول والتدخين أو كل بلوى، راح هذا النبتة راح تعالجكم بإذن الله، بس وصفتها غير الوصفة اللي راح أحطها اليوم بإذن الله. اليوم موضوع على موضوع الكبد، وبكرة ترقبوني في فيديو راح أحكي لكم عن التخلص من الإدمان بهذه العشبة نفسها، بس كيف الوصفة. المهم قلنا هذه تنشط الجسم جدا جدا فعالة، تعطينا قوة للجسم سبحان الله، نافعة جدا لعلاج كل سرطانات الكبد، البروستات جدا قوية لعلاج الملاريا، تخفض حرارة الجسم، كويسة لتطرد البلغم يعني عند المدخنين، عند اللي عندهم مشاكل في الرئتين، جدا فعالة ونافعة لمرض البواسير.
وكمان وصفتها للبواسير غير وصفتها لليوم، وجدا جدا تنظم نسبة السكري في الدم، يعني جدا فعالة لمرضى السكري. وصفتها بعد تختلف، بس المكون هو نفسه. بس اليوم لنتخلص من مشاكل الكبد، اليرقان اللي هو أبو صفاير، المشاكل الكبد الوبائي، تليف الكبد، نرمم خلايا الكبد، كل أنواع مشاكل الكبد، يعني مهما كانت، حتى لو سرطان الكبد. كيف راح تسوي أختي الفاضلة أو أخي الكريم؟ وقبل هذا كله ما تنسوا تشجعوني بلايكات وتدعموا الفيديو هذا ليصل لناس كثيرة، والكل إن شاء الله إن شاء الله يستفيد من هذه الوصفة. إن زرتوني أول مرة في قناة وصفات ماما أقول لكم حياكم الله، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا إن شاء الله كل جديد. وصفة اليوم ما راح تنظفي شوكة الجمل هذه أو شوكة الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. أختي الفاضلة راح تاخدي حبة واحدة بس بدون العرق، راح تاخدي حبة واحدة، شفتي شكلها هذا الكبير، راح تحصليها إن شاء الله عند العشابين أو العطارين أو حوالين بيتك، يعني حسب المنطقة اللي أنت تعيشي فيها يمكن تلاقيها، إن شاء الله تتوفر عند الجميع. إن حصلتي لها أحيانا تجي كبسولات، أنا راح أنزل لكم الصورة حقت الدواء، تجي كبسولات عند الصيدلية، تقدري تاخدي حتى 3 حبات في اليوم لمدة شهرين، يعني تتنظف الكبد، كل المشاكل اللي فيها تتنظف وتتعالج ويروح اليرقان، كلش كلش إن شاء الله. بس أنا راح أعطيكي، يعني تقدري تحصليها أنت لحالك من برا، تجيبيها تنظفيها جدا، يعني من التراب أو الشوائب أو لا قدر الله يكون فيها حشرات جوا، تنظفيها أختي الفاضلة، وراح تاخدي حبة واحدة وراح تستعملي قارورة موية اللي هي 500 ملي، يعني نص لتر. نص لتر راح يغلي هذا الماء، راح تخلي درجة غليان جيدة، يعني لما يصير البخار يطلع من الموية راح تحطي حبة واحدة كاملة، راح تحطي حبة واحدة كاملة في نص لتر من الماء. طيب الماء المغلي طبعا، وتنقصي عليها درجة الحرارة، يعني نقصي عليها النار مدة 3 ثواني أو ثلاث دقائق، بعدين تقفلي وتغطيها عشان الزيوت تستفيدي منها، بعد زيوت الطيارة اللي هي في هذه النبتة، نبتة شوك الجمل. تخليها لين تغلي، بعدين تصفيها من الشوائب، من الشعيرات هذه اللي موجودة فيها، اللي موجودة في شوك الجمل، من شوكها نفسه. شفتي هذه الشوائب كلها، حتى لو كانت دقيقة صفيها كويس، يعني صفيها جيدا من هذه الشوائب كلها، صفيها بمنخل أو بقماش عشان يعني ما لازم تشربي تمر هذه الشعيرات معاها، صفيها كويس واشربي، يعني راح تحصلي على كاستين تقريبا، اشربي كاس الصباح وكاس المساء، او يشرب المريض اللي عندك كاس الصباح وكاس المساء، ومو بالضرورة على الريق، اشربيها خدي، يعني اللي عندهم مشاكل لا قدر الله سرطان تاخدي لين 14 حبة من هذا، اللي ما عندهم سرطان عندهم بس مشاكل في اليرقان ياخدوا 7 حبات، اللي عندهم مشاكل في الكبد، سموم، اي شيء يعني حابب ينظف الكبد، عنده مشاكل ثانية في الكبد، اختلاف يعني الكبد الوبائي، اختلاف المشاكل، خلايا، تليف، يوم يسويها يوم ايه ويوم لا لمدة 7 ايام، يعني كمان راح يحصل 7 حبات مدة 7 ايام، راح تتخلصوا نهائيا 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 من مشاكل الكبد، راح تترمم الكبد، راح تتجدد الكبد، وكأنك ولدت من اول يوم ان شاء الله. جدا رائعة ومفيدة هذه الوصفة، مجربة وأنا جربتها لأحد أفراد الأسرة، وجدا فعالة والحمد لله، لقينا منها نتائج جدا قوية، استعملها أكثر من شخص في عيلتي، استعملوها ناس كثيرين هذه الفائدة، مجربة من أيام الأجداد، حبيت أشارككم لأني أول ما كنت حصلت عليها هذه النبتة حصلت على الصغير نفسه، فاليوم لما حصلت عليها قلت أقاسمكم التجربة بإذن الله. إن عجبكم الفيديو شجعوني بلايكات، إن زرتوني أول مرة أقول لكم مرحبا في قناة وصفات ماما 7، حياكم الله، الله يشافي الجميع، أحبكم في الله وأشوفكم في وصفة جديدة بإذن الله تعالى، مع السلامة.